الابليكيشن كاونسل بتاعتنا ان احنا عملنا صيدليه خيريه. الصيدليه الخيريه دي متقسمه لارياز، الارياز دي الكاونسلنج اريا والبيشنت بروفايلنج اريا والسيستمز، السيستم دي زي الجي اي تي والريسبيراتوري، وجنب المديكيشن احنا كنا ليه عملنا على الديزيزز دي عشان نعلم الصيادله الديزيزز دي وازاي يعملوا عليها كونسلنج للبيشنت. جنب الحاجات دي ان هم ممكن يقول لهم عن حاجات تفيدهم من غير الادويه زي مثلا البرتقانيه دي رمز الفيتامين سي في حالات البرد او كده، في نفس الوقت الناس اللي عندها ازمه القرنفل بيبقى حلو جدا ليهم. والنعناع في امراض المعده الانفلاميشنز او كده ده بيبقى بيهدي المعده بيساعدهم، فاحنا علمنا ده لطلبه الصيدله عشان يعرفوا ازاي يعملوا كونسلنج لاي بعدين لما يجوا في الصيدليه عموما. يعني في الصيدليه الخليه كنا بنحاول نوصل فكره البيشنت كونسلنج بان احنا عملنا في الصيدليه كونسلنج اريا. احنا اختصرنا البيشنت كونسلنج في كلمه اللي هي الاس ميثود اللي هي الكونسلنج كود. بالنسبه للاس ميثود اللي هي الاي ايج، الاس سيلف اور نان يعني ده ولا ليك ولا لحد تاني، الام اللي هي الميديكيشنز، الاي اللي هي الاكسترا ميديكيشنز، والتي تايم، والاتش الهيستوري، والاو الاذر other symptoms مع دي الدينجر سيمتومز. عشان نوضح فكره الكامبين بتاعتنا، فكره البروجكت اللي احنا شغالين عليه، عملنا رول بلاي. الرول بلاي دي بتفرق بين الاثنين شكل من الصيدلي، الاولاني اللي هو بيعمل كونسلنج والثاني ما عملش كونسلنج. اللي بيعمل كونسلنج ده حطينا معاه شيطانه، شيطانه ده كان بيمثل ايه؟ الصيدلي بيعمل كونسلنج ده طيب مهتم بالمريض وبصحته، بيحاول ان هو يساعده على قد ما يقدر، فشيطانه بيحاول ان هو يخليه لا يبقى مهتم بالفلوس بس، ان هو يبيع ادويه على قد ما يقدر بس في الاخر الجانب الطيب هو اللي بيغلب عليه، وفي الاخر الصيدلي بيعمل كونسلنج بيقدر يساعد المريض على قد ما يقدر. الصيدلي مش كويس باختصار ان هو بياع.